أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات عن تطوير برامج الماجستير في ظل التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية والتعليمية المستمرة والمواكبة لأحدث التطورات العلمية والبحثية للمستقبل. للحديث أكثر عن التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي شحادة، منسق برنامج الماجستير في كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. دكتور يا حياك الله ومساك الله بالخير ومرحبا وسهلا فيك في برنامج 7 على 7. مساء الخيرات، أهلا وسهلا أستاذ محمد، مساء الفل. الله يحفظك يا دكتور. دكتور، في البداية خبرنا عن طرح كلية التربية في جامعة الإمارات العربية برنامج الماجستير في التربية للعام الأكاديمي 2020-2021. شكرا. أولا أخي محمد شكرا. واجب الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذا البرنامج. يا سعدون السعادة يا رب. الله يبارك فيك. وأنا سعيد جدا أن أتكلم عن برنامج الماجستير في كلية التربية، وهو من أقوى وأكبر البرامج في جامعة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد، وأيضا إن لم يكن أفضل برامج على مستوى الإمارات فيما يتعلق بالتأهيل التربوي للطلبة على مستوى الماجستير. والحقيقة تم تأسيس البرنامج في العام الدراسي 2009-2010، ومن ثم بدأ يعني تطوير البرنامج بشكل دوري كل 2 أو 3 أو 4 سنوات، وآخر تطوير تحديث البرنامج حدث في عام 2020 يعني في هذا الصيف المنطرد فقط. جميل. ما هي الثلاث تخصصات دكتور الرئيسية اللي تم طرحها في كلية التربية بجامعة الإمارات؟ نعم، شكرا أخ محمد. البرنامج تطرح 3 تخصصات رئيسية، وهي المناهج وطرق التدريس والقيادة التربوية وتخصص التربية الخاصة. هذا بالإضافة إلى 5 مسارات أخرى فرعية تحت تخصص المناهج وطرق التدريس، وهي اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، تخصص العلوم، وتخصص الدراسات الاجتماعية. جميل. وماذا عن عدد الطلبة المنتسبين لبرنامج الماجستير في التربية؟ ولله الحمد يعني في إقبال شديد وجميل جدا على البرنامج، وسنويا يعني يكون لدينا أكثر من 20 إلى 30 طالب، علما أن الطلبات التي تقدم هي أكثر من هذا بكثير بكثير، ولكن الانتقاء بأفضل طلبة المتقدمين دائما يعني يكون يعني أولويتنا. ففي هذا العام لدينا أكثر من 30 طالب متقدم في هذه التخصصات، علما يعني قابلنا عدد من الطلبة ولم يوفوا الشروط طبعا لأي أسباب، هم طلبة جيدين ومتمكنين، ولكن دائما نسعى إلى يعني أخذ طلبة الأفضل الأفضل من المتقدمين لحتى نخرج طلبة هم يكونوا الأفضل أساتذة ومشرفين إداريين وآخرين. وهل يجب للطلبة المنتسبين أن يكونوا متفرغين بشكل كامل للبرنامج؟ والله من الناحية النظرية نعم، لكن في هذا العام ذكرت قبل قليل إنه عدنا يعني تعديلات على البرنامج، خطة البرنامج، وهو وضعنا خطتين دراسية، خطة دراسية للطلبة المتفرغين، ويمكن أن يعني ينهي البرنامج في 2 دراسيتين بما في ذلك الفصل الصيفي، وطلبة لغير متفرغين، لأن عدد لا بأس به من طلبتنا هم مدرسين ومدراء ومشرفين إداريين وهكذا، فهم لديهم خطة دراسية أخرى، ولطالب غير المتفرغ يحتاج إلى فصل آخر 6 فصول دراسية لأنهاء الدراسة، وقد يأخذ فصل أو فصلين أخرين طبعا إذا احتاج الطالب إذا كان لديه ظروف يعني معينة. نعم. ففي مرونة. نعم. وماذا عن وما هي المدة الزمنية المتوقعة للطالب أن ينجزها في هذا البرنامج؟ نعم، المدة الزمنية هي 2 سنين للطالب المتفرغ و2.5 سنين للطالب غير المتفرغ، ولكن بحد أقصى حسب نظام الجامعة يجب ألا تتجاوز 8 فصول مهما كانت، لكن في أغلب الحالات الطلبة يعني ينهي دراستهم في خلال الفترة الزمنية المخصصة لهم وبشكل جيد وبنجاح والحمد لله. والسبب من التركيز على تطبيق المهارات التي يكتسبها الطلبة في البرنامج في المجال التربوي الذي يعملون به بعد التخرج شو هي؟ والله من ناحية أولا التطبيق يعني يهو يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للبلد للدولة، التركيز على الجانب التربوي وتخريج طلبة متمكنين، حيث يستطيعون من تصميم بيئة تعليمية يكون المتعلمون يعني في الطلبة محور للدراسة ومحور للعملية التربوية، ويكون الطالب قادر على التفكير الفردي
والممارسة المهنية عندما يكون طالب وبعد التخرج أيضا. وأيضا نمكن طلبتنا وهم قياديين في المستقبل لتمكينهم من بناء شراكات فاعلة في المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والحكومي وكذلك أولياء الأمور. فإذا هي في تركيز على الجانب التخصصي والتركيز على الجانب التربوي بشكل عام. الدكتور علي شحادة منسق برنامج الماجستير في كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، شكرا لك دكتور ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا أستاذ محمد. واجب الله يحفظك. شكرا، حياك الله. حياك الله، مرحبا وسهلا.